مشاهدينا نحييكم من جديد. قبل ما نتابع معاكم الاحداث في ايران، نشوف في محيط البيت اللي كان عايش فيه الارهابي ابراهيم اسماعيل، عامل الوميتال وبيكسب كويس، بتحصل عنده عمليه التحول وبيتم تجنيده بعد كده في صفوف الجماعات الارهابيه. وهتلاقوا الناس بيقول لك الامن كان بيسال عليه كتير، يعني معنى كده انه كان بيتم تتبعه وملاحقته، يعني تم رصده بالفعل. يعني ابراهيم اسماعيل قصه كمان تحتاج لتحليل، لان في قطاع كبير من الشباب بيتم تجنيده بهذا الشكل مع انه بيشتغل. يعني هنا مش البطاله بس هي اللي يمكن انها تكون مدخلا لتجنيد البعض، ولا الجهل. ما انت بتلاقي فيه ارهابيين في كليه الطب وفي كليه الهندسه، هي مجموعة عوامل من بينها الأفكار، إن بينجح في إن هو يجنده بهذه الأفكار. إبراهيم إسماعيل عامل ألوميتال بيكسب كويس، كيف تحول إلى إرهابي؟ في آخر جمعة بعام 2017 فتح مسلحون النيران على عدد من المحال التجارية بمنطقة حلوان، فضلا عن محاولة استهداف كنيسة بالمنطقة. كاميرا 10 مساء توجهت إلى مسقط رأس إبراهيم إسماعيل منفذ العملية الإرهابية بحلوان، حيث التقينا جيرانه ومقربين إليه. هو من ساعة ما ساب بيتهم ومشي لا هم يعرفوا حاجة عنه ولا المنطقة تعرف حاجة عنه. الله أعلم إيه اللي حصل معاه، إيه اللي غيره، إيه اللي وجهه للغلط ده، الله أعلم بيه. هو اختفى وساب البيت بقاله داخل في 4 سنين، هو ما حدش يعرف عنه حاجة. ثلاثة يعني من 3 لأربع كانش بيجي خالص خلال الفترة ولا أي حاجة. حتى مراته خدت عيالها وأولادها ومشيت من المنطقة. البني آدم ده كان كويس جدا، صنايعي على منتهى محترم، أخ لينا كبير يعني، وإخواته كلهم وأهله كلهم ناس محترمة ما لهمش في أي مشاكل. بس هو الفكرة كلها عايزين نقول حزب الله ونعم الوكيل في الناس اللي لعبوا في دماغه وعملوا كده. لما مشي من 4 سنين، انت تعرف اخوه مش كده؟ تمام، اخواته كلهم صحابي واخواته الكبار، يعني هم تقريبا ان الحكومه وامن الدوله جابهم اكتر من 20 مره يعني. ده قبل الحادثه. اخواته فين دلوقتي واهله؟ لا هو يعني اخواتهم يوم الجمعه جت الحكومه خدتهم كلهم، البيت كله كانت الحكومه خدت اخواته كلهم. هو بقى له كام سنه، بتاع 3 سنين كده ما بيجيش هنا ابراهيم. هو صلى، انا صليت وراه بس مره واحده في الجامع اللي هناك ده قدام ده، ماشي، صليت بيه مره، صلى بينا مره واحده، واهله وناس كويسين. حتى لما اختفى من 3 سنين اخوه بقى اللي حضرتك تعرفه كان بيقول لك ايه عنه؟ لا ما بيقولوش، ما بيكلموش مع حد، خلي بالك يعني. هم يعني حتى ما فاتحين القرص بيجيبوا فرن فينو كده، بجيب منهم قرص حتى ما فيش حاجه. حضرتك ما كنتش بتساله على ابراهيم هو فين؟ مش باين ليه؟ لا ما بسالوش، انا اساله مش ليه علاقه بيه. اخواته طيب مش كانوا بيقعدوا مثلا يقولوا احنا ما نعرفش حاجه عنه، اختفى مش لاقيين؟ لا ما كنتش بيتكلموا حاجه زي كده. يعني هو كان بيجي؟ كان بيجي الاول، كان فاتح الالومنيا قبل كده، كان فاتح محل الالومنيا وكان عنده عربيه بالصلاه على النبي. فين محل الالومنيا؟ كان فاتح هنا الاول قبل الفرن هنا المخبز في بيته، وكان اللهم صل على النبي كاسيب. محل الالومنيا اللي هو مكان الفرن ده؟ اه كان كاسيب بالصلاه على النبي، وما كانش في حاجه خالص يا ابني. طبعا مشكلة الإرهابي اللي بيعيش في وسط الناس في الأحياء الشعبية، يعني أنت لما بتتعامل مع عدو خارجي على الحدود ده أسهل، لأنك شايفه ومحدد مناطق تواجده ومحدد حدوده فين. إنما اللي بيعيش معاك في نفس العمارة اللي أنت فيها وفي نفس الحي ويتم تجنيده بهذا الشكل، وزي ما قلت لكم شوفوا إنه مش البطالة بس، يعني العزف على وتر المشاكل المعيشية مدخل من مداخل تجنيد بعض الشباب، وكمان اللعب في الجهل يعني. لا زي بس قلت لكم انه في بعض الارهابيين في كليات القمة يعني، لكن هي مجموعة عوامل مع بعضها البعض، ومن بينها كمان التجنيد بالافكار زي ده. عامل شوفوا بقول لك بيكسب ويقول لك ما شاء الله عنده عربية وعنده فلوس يعني، لكن تم تجنيده. اختفى ال3 سنين اللي اختفى فيهم هي ال3 سنين اللي بدأ يشتغل فيهم بشكل تنظيمي
مع الجماعات الإرهابية.